اهلا وسهلا فيكم اصدقائي متابعين قناة فيدا فريش ووتر فيش. بحلقة اليوم رح نحكي عن شيء كتير مهم بيوقع فيه اغلب الهواة والمحترفين كمان، اللي هو بخص الصخور وشو هي الانواع اللي ممكن نضيفها لاحواضنا. بهالحلقة رح نروح كمان مشوار على احد مناطق مدينة اللاذقية اللي فيها احد افرع نهر زغرين، رح ناخد منه صخور ونصور كيف ممكن نتعامل معه ونضيفها لاحواضنا. انواع الصخور رح نتعامل معها، هذا الحجر اللي بايدي هو من عنا من سوريا من مدينة سلنفي، رح نعمله تحليل ونشوف مدى جودته. حجر الدراغون مميز كتير بالسكيبات اللي فيها رمال وخصوصي اللون الابيض، فكتير من الهواة والمحترفين بيستخدموها كنوع من الجرف الصخري او بتعطي منظر جبال مائلي. عنا حجر السيريو المعروف الغني عن التعريف اللي بيعطي لون اسود كتير جميل بالاحواض. بالإضافة للصخور الغنية عن التعريف اللي هي اللافاروك اللي تعتبر بيئة كتير مناسبة لنبات الأنوبياس والبوسيفالاندرا والجافا موس. بنستخدم بالكشف على الصخور أي نوع صخور بيجي بطريقك بدك تحطه بالحوض، تستخدم دائما الخل النقي أو الخل الأبيض. رح يساعدنا كمان بالكشف على الصخور مكبر بتقريبا زوم 8 لحتى نعرف إذا في تفاعل على الصخور أو لا. بنحط تقريبا عدة نقاط من الخل على كل صخرة وبننطر 5 دقائق، بعدين بنصور بالمجهر وبنشوف إذا في أي تفاعل. في حال تم وجود أي تفاعل، هذا ما بيعني إنه 100% الصخر غير مناسب للحوض، ولكن فيك تتفادى لأنه ممكن يرفع البي اتش وممكن ما يكون بناسب الأسماك اللي عندك إياها. ننتبه أصدقائي على صخور اللافاروك ما في أي مظاهر تفاعل، فإذا هي مناسبة جدا لأحواض الأسماك. ننتقل للنوع الثاني من الصخور اللي هو صخر السيريو. بنلاحظ أصدقائي أنه حجر السيريو بيتفاعل مع الخل، فإذا هو ممكن يرفع البي اتش عندك بالحوض، فلازم أنت تكون تعرف نوعية الأسماك اللي تضيفها، اللي هي ممكن تحط أنت الأسماك تتحمل بي اتش مرتفع مثل الأفريكان سيكليت. منروح هلا لحجر الدراغون. بنلاحظ أصدقائي ما في أي تفاعل، فإذا صخور الدراغون هي كتير مناسبة للأسماك اللي بتعيش ببي اتش منخفض مثل فصائل التيترا، مثلا أسماك نهر الأمازون وروافده، بالإضافة لأسماك البحيرات الآسيوية. وهلا صار دور الصخر السوري اللي هو من جبالنا، كمان ما في أي مظاهر تفاعل، فهو إذا مناسب ولكن بيلعب دور الذوق بهذا الموضوع من جمالية الصخر وحجمه، بالإضافة للديكور اللي أنت بدك تشتغله بحولك. وهيك أصدقائي منكون خلصنا مرحلة الفحص. فيك تفحص بنفس الطريقة أي حجرة بتوقع بطريقك وفيك تحطها بحوضك بعد ما تشوف مظاهر التفاعل إذا كانت كبيرة أو صغيرة، وهذا الشيء بيعود إلك. هلأ بنجي للأحواض اللي أنا عم جهزها للأفريكان سيكريت، والحلقة رح تنزل بالأيام القليلة القادمة. رح نروح لمنطقة زغرين بمحافظة اللاذقية، رح نجيب الصخور من النهر ونصور كيفية تعقيمها وإضافتها للحوض بسلام. هذا الشاطئ الجميل اللي بتبين منه تركيا هو وادي قنديل بمدينة اللاذقية، في كتير كمان تشكيلات صخرية حلوة بهذا البحر. يوما ما رح ننزل بكاميراتنا ونجيب صخور خاصة لعشاق المياه المالحة والأحواض البحرية. وهلا منتابع طريقنا لنهر زغرين. هذا النهر بيضل مشيان عنا صيف شتي، في كتير من الصخور اللي عليها طحالب اللي هي بتشبه البيئة الصخرية أو الحقيقية للأفريكان سيكليت.
طبعا انت بامكانك اي نهر موجود بدولتك بمدينتك او بالقرية اللي انت فيها تاخذ هاي الصخور، ولكن في عندك شروط او خطوات لازم تعملها، اللي هي التعقيم الجيد لحتى ما تجيب اي نوع من الطفيليات او الحلزونيات على حوضك، وبعدين تفوت بمرحلة انك كيف بدك تتخلص منه. طبعا عندنا بهذا النهر نوع من انواع الزلاحف النهرية، انا ما بعرف شو اسمها ولكن اخذت لها عدة لقطات مميزة جدا، ولكن احجامها كتير ضخمة انها تنزل باحواض. بنحاول ناخد صخور مسطحة أو بنسميها اللي احنا شحف وعليها طحالب، لأنه الأفريكان سيكليد بيئته الطبيعية هي عبارة عن صخور ضخمة بتساعده لحتى يحط فراخه بهي الكهوف اللي انت رح تعمل له اياها بهيك أنواع من الحجارة، وكمان بتأمن له سطح أملس لحتى يصير عملية تلقيح وإباضة وتسهل عملية التكاثر. وكمان هاي الصخور فيك تستخدمها بديكورات التيراريوم والبلوداريوم. وهلأ وصلنا لمرحلة التعقيم، وهلا بنجي لأهم مرحلة اللي هي مرحلة تعقيم الصخور قبل ما تنزلها بحوضك. انت بحاجة وعاء فيه مي نظيفة، مية حنفية، بالإضافة لبرمنجانات البوتاسيوم. عادة ما تستخدم برمنجانات البوتاسيوم بتعقيم الخضار سواء منزليا أو بمحلات الوجبات السريعة. بالنسبة للعيارات انت فيك تحط اذا كان البرمنجانات بنسبة 5% عندك حسب نسبته ببلدك او المنتج اللي منتشر عندك، اذا كان 5% فيك تحط غطاء لكل 1 لتر. وصلنا للمرحلة الثانية واللي هي إضافة الصخور. المدة الكافية للتعقيم هي ربع ساعة، وما بيمنع خلال هاي المدة انك تقوم بتنظيف الصخور يدويا. المرحلة الثالثة وضع الصخور بمياه نظيفة 100% لحتى نسحب البرمنجانات العالقة مشان ما تعطي اللون أو الصبغة على الصخرة. وهيك صديقي بتكون صخورك جاهزة لحتى تنزل عندك بالحوض بدون أي ديدان أو طفيليات خارجية أنت بغنى عنها. منلاحظ الديدان يلي البرمنجانات خدرتها، ديدان حلزون، بالإضافة لكتير من الإشنيات والطفيليات اللي خلصنا منها كانت رح تكون عنا بالحوض لو ما تصرفنا صح. طبعا المدة اللي رح تترك فيها الصخر بالمياه النظيفة هي بتعود إلك، فيك تتركون ساعة ساعتين وأحيانا يوم كامل ما في أي مشكلة. الفكرة من حلقة اليوم أصدقائي هو تعريف المبتدئ بالهواية، وأحيانا المحترفين بيقعوا بهاي المشاكل، على طريقة إضافة الصخور بالشكل الصح وشو هي الأنواع اللي فيك تستخدمها، لأنه هذا سؤال كتير بينطرح علينا. بتمنى تكون حلقة اليوم عجبتكم أصدقائي، ورح أترك لكم بعض صور أنواع الصخور اللي ممكن تضيفها لحوضك يوما ما. وحلقة الأفريكان سيكلت قيد التصوير أصدقائي، بإضافة للأنواع الجديدة يلي جبتها رح جهز لكم إياها بحلقة كاملة، ورح نحكي عنها بالتفصيل طريقة التفريخ والعناية والتكييف. شكرا كتير لمتابعتكم أصدقائي، نلتقي في حلقات قادمة. السلام.